الحمد لله رب العالمين. أحبائي الطلبة، هنا حلقة الرابعة من الرياضيات في الصف الثامن الإعدادي، وسنأخذ إن شاء الله الوحدة السابعة وهي حساب المثلثات، وسنأخذ في هذا الدرس إن شاء الله مقدمة المثلث، أسماء الأضلاع بالنسبة للمثلثية، أسماء الزوايا بالنسبة للمثلثية، عمليات على القوانين المثلثات، الأخيرة إن شاء الله سنأخذ التمرينات على هذا الدرس. أهدافنا الدرس إن شاء الله سيكون بعد انتهاء هذا الدرس أن يقدر الطالب يميز أضلاع المثلث والزوايا، يبحث طول الضلع المجهول باستخدام نظرية فيثاغوريد، يفرق زوايا جيب الزاوية وجيب توام الزاوية وضلع الزاوية، يحلل المسائل على المثلثات. سنبدأ إن شاء الله مقدمة المثلث. أعزائي الطلبة، أخذنا مقدمة المثلث في دروسنا الماضي في وحدة الثانية في هندسة، أخذنا وسنتذكر ما هي المثلث أو تعريف المثلث ما هو. المثلث كما نعلم أن المثلث له شكل، له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا وثلاث رؤوس. زواياه قياس زواياه 180 درجة. أبنائي سيدنا حصوصنا هروح نسوق هذا المحدد إلى بعد إنه اللي هاي سدح حقلك أما سدحنا على أما سيد اللي يقانو مثلثك سدح جيسو لها وحن كسوق وحن اللي يقانو شكل أما قاب أما شحن له سدحنا يسدح حقلود يسدح مضح له إن حقلي يسجود مركز السوق جينا وحن نقدان بقولي سديته من نقدان نوعية يا نص صميني أما نوعية يولي سيد اللي يقانو معترف كا نوع كواد وحن اللي يقانو مدس لأكاد نعيدسة مثلث متساوي الأضلاع أو مثلث متساوي الساق سيد اللي يقانو لبدر مقعب أسيق عليه مد لبدي سدناع سدح ذي دناع ولي هاي بسلاك تاعي وهو مثلث أضلاع متطابقة وزوايا متساوية ومد سدح يسدناع سلاك تاع حقلي سن سلاك جهين سدح وستة وصن سلاك أي حقلي سجين كان سدح كلا بعض حلو يقانا مثلث متساوي ذلعيني مد لبدي دناع سلاك تاعي أي لو يقانا دناع نو كجد ويا هاي لبدي كله وهو مثلث لو ذلعاني متطابقان لبدي دناع سلاك يولي هاي وزاويتين متطابقتين لبح حقلود ومركز سلاكنا وأولي هاي مثلث كسدحات وعلى يقانا مثلث مختلف الأضلاع ومتك إكلدوين لنعيديسة وهو مثلث أضلاعه مختلفة وكذلك زواياه مختلفة سادرت المثلث كعما السدحات الكاسي لنعيديسة نوو إكلدوين حقلي سنسيدو كلو إكلدوين سور كميشا إنه موقنية ومتك كوباد ووري ومتك إسليقين حقلي سمحاكو لنعيديسة محاكو قرنيسة لنعيديسة نسليقين هل ديلين أيا كوضا نحيسة هل ديلين أيا لو سمي إن إسليقين كان لبعضنا واحد ومتك لبعضنا عسلاك تدينا عن لبعضنا وكجدوين كان سدحان ومتك أي سدح ذلنا كجدوين مدينا كسرة سجارة يوم مستقل ويا حق ليسن ويكجدوين هذا عشر كأن أنا مركب أنتم ما نوع حساب المثلثات ولو يقان النسبة المثلثية يعتبر المثلث قائم الزاوية عشر كأن أنت بنوح ودي رد عم فوكس كسرة لواح نوع نوعي هذا صار شجني نوع كوباد أي مركب سباقات واستعمال كبدن أيام فيرنا نوح وياي يعتبر المثلث قائم الزاوية متك حاجة توصل أما حاجة في قلة سجاشنكا أكثر أنواع المثلثات ومتك وجبذا المثلثات كنوعية أهميته في علم الحساب المثلثي أو لجبرته علم قالوا يقانو حسابتا مثلثك الذي كاصل يقتصر عن كوئ كين فقط كليا على حساب المثلثات قائمة الزاوية كاس كليا وكم أيك مثلثات كلاين ويا زاوية قائمة كليا لأن أيضا مركع هدي مثلثك أو لانت المامنة أما عن صورني مثلثك أو لو يقان مثلث قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية أبنائي سيدا أوجيدان مثلث قائم الزاوية سيدا أوجيدان صور كشحن كما ماشى إنه مقنية ومثلث لا يبالي له حاجة سجاشن حاجة سجاشن كا وماشى إنه مقنش حق لها كلا سجاشن معهن ولا بحق لوضو كدون سجاشن كا أنت بدنا واحد نقدان حق لها لو يقانه الزاوية الحادة بين نقدان صدرت مركب مقعية أيولية هي لنعيدي سن مركب اللي تشوفه مثلث قائم الزاوية لنعيد واحد لين مقعية قارة أيلي أيضا مركز النسبة هان لو في رندونه حبك سوا صعود كو لنعيد هذا المقاعد مركز رامبرنه مقابل الضلع المقابل ضلع المقابل فين ضلع المقابل هاهو الضلع المقابل هاهو ضلع المقابل إنعى مقابل مقابل محل هو بحيد العال إنعى مقابل كله يقان محل مقابل لأنه يقايم دائما يقابل دائما وحو هذه جركسه ورشة وحلو يقانه الوتري أو إنعى وده لنعيد الوتر ضلع الوتر مركز وحو كسهر كيدا لنا على يقانا الوتر انت بدنا حساب المثلثات كا اي كسهر عني سمركات في ريسو ايا لو يقا اي كسهر كيدا وضلع الذي يقابل بالوتر مركز وحو كسهر كيدا وتر كا ايو مركز سبا كسهر كيدا وكو اديا لنا على وحلو يقانا المجاور
المجاور. الضلع هذا ضلع يسمى الضلع المجاور، الضلع المجاور المجاور محا مجاور لو بحي وحو مركز مدرسة سنة اللي هي لنا على اللي يقانه ويترك أيوه درس اللي هي لنا ويترك أيوه مركز سبع سيقنا درس اللي هي ويتر محال إيرادا لنا على دين عيدا ودير سدح لدي عمدام يكردويهين لنا على دين عيدا وحلو يقانا حقاسة سقاشنك انت بنا وحو كو أدين لنا على ويترك أتكو كنا كرتا حقاسة سقاشنك أيو كو أدين حقاسة سقاشنك مركز سنة تاي ودين عيو كفر إذا ما دين عيو كو أدين تاي أيو حلو يقانا الضلع الويتر لو يقانا سيدرت المركز سيدا أركي سنة بسن sida arkaysan waxa inoo wixigay in maadaama dhinacyada aan baranay waxaan rabnaa inaan fahannaa dhinacyadani waxa ka dhashay sida ogsoontiin laba dhinac ka soo isku yimaada waxa ka dhashay in xagal ba ka dhalata maadaama xagal ay ka dhalata xaglahan magacyadooda ayaan rabnaa si toos ah inaan fahanno si aan u ogaano dhawti annisbal muthallathi ama xisaab muthallathati say inoo fudaato dihinkeena ama maskaxdeena ay ugu soo dadagto kow dhinaca waxa la yiri muqaabilka iyo witirka iska jiraan dhinaca muqaabilka iyo witirka iska jiraan waa dhinacaas ومعنى دينعي ويترك هاي دينع مقابل كها ماشي سليم مالين جوده هذا أي واحد له يقانا زاوية ها هي الزاوية ماشي أي واحد له يقانا جوده زاوية زاوية ده سمر كارمنا إن أنا لنا أما إن مر كارمنا إن أنا برادين قيمة هذا واحد نقول لنا محل له يقانا مركز الكويت واحد له يقانا جيب الزاوية جيب الزاوية جيب الزاوية جيب الزاوية جيب الزاوية أي عربي يقانا ألك لاتين كو يقانا سين ويقانو جيب الزاوية وحن كل كرنا لنا مقابل كأنو قيبني لنا وتركا وحن لنا هاي جيب الزاوية تساوي جيب الزاوية الزاوية تساوي وحن لايك تاي جيب الزاوية وحن لايك تاي وحن لنا هاي مقابل على الوتر أوكي جيب الزاوية مركب وحن كل لنا مقابل على الوتر بام كل كرنا سيدا نوتش نو جيب الزاوية أوكي جيب تمام الزاوية واحد جرى مقع جيب الزاوية لو يقان جيب التمام الزاوية جيب تمام الزاوية واقع جيب التمام الزاوية جيب تمام الزاوية جيب تمام الزاوية واحد كذا لتا أيضا واحد كذا لتا لنا على يقان مجاور كا لنا على يقانه لو يقانه ويتر كا كذا لتا جيب تمام الزاوية جيب تمام الزاوية وحي كده لتابع ناني مجاور على الوتر مجاور على الوتر مجاور على الوتر اوكي ذل الزاوية صحيح ذل الزاوية وامحي وحاجة سيساقاشن كهيد كده لنجرتي إني ضلع المقابل ضلع المجاور حاجة شي كده لنجرتي أي واحد لو يقانا ظل الزاوية ظل ظل الزاوية بقى لو يقانا ظل الزاوية سادرت إذن وحي كده لتابع لي المقابل وأنو قيبني الوتر مقابل أنو قيبني ويتر بكرالتا سيادرت أبنائي أعزائي الطلبة سنوغانو عشر كينا نوسي سعني مثالك كو عدانو فيرنو وحنا لسي يشتعر كعشحن كما يشهرتين كموقنايا وكو قرانيا مغاعيدي باكو قران ويتر كنا كمقابل كان مجاور كا سيادرت سور كلا واسنا عن مغاعي كو قران لكن حسابها نو قران أيا ما يشهر سيون نو قران لغور هذين ايو جيب تمام الزاوية جيب الزاوية يضل الزاوية ودو جدا قاعدوين كاذو راعي dil adoo soo saaray jeeb zaawiye waxa lagu helay maxaan ku helnaa baananay dil muqaabil oo loo qaybiyay dil witir baan ku helina halka kale aan ku heli karo jeeb tamam zaawiye aan ku helin idana dil mujaawir oo loo qaybiyay dil al witir sidoo kale waxaan ku helnaa dil zaawiye idana waxaan ku heli karnaa baananay waxaan ku heli karnaa muqaabil oo loo qaybiyay afwan muqaabil oo loo qaybiyay al mujaawir meeshaasi xogaa akhda al mujaawir al muqaabil oo loo qaybiyay al mujaawir المهم هذا الكومتشرو وحاول يستغل على قاعدتي المقابل اللقبي مجاور. سيدرت ابنائي مركز سيدنا نكسونا مع اركينو مثال كواساس ووجدنا في مثال كالايدن ومثال كلابات وتصالح اللابات ام تصالح اللابات اسنا سيدو كلا ووجدان في المثال القائم الزاويه ويكون وحو نقطه جيب الزاويه. جيب الزاويه سو صار بالويري اذا ستو صار لوغو دري جيب الزاويه مانتا هذا لو قاتي انظر الشكل المجاور فيه بالويري محانو كويل كلا ذل الزاويه ذل الدلع المقابل زاويه انو قيمني طول دلعي الويتر ايام كسو هيري كرنا مثال هذا سي وكبون كرتان وهرتين اي كم قنيا عشر كاسوان ان شاء الله نسوق قبل نسكت دينا كو هبك الشقة ذا ايو سيد لوسو رادين لها ان كسو صار لهاين هدي ان فيرنو ان كون قن كي هراء سوق مثال كمركو سوري هاي كاسو حواد برشدي دين عادي يو اي حقليه مثلتك وإنو سبرين واكا
مثال كان كان واحد اللي يروح ولا مدي أربعة كان هو ولا مدي خمسة كان ثلاثة ولا مدي مركز اللي يرادي جابوا زاوية رادي جابوا زاوية رادي مره دي اللي يراد جابوا زاوية رادي بالوي جابوا زاوية مركز رادي المحل لنا جابوا زاوية وقاعدة وين مسكحه وين هايت إن لو هو المقابل اللي قبي وتر مقابل فين ها هو فين الوتر وحلينا مركز أربعة على خمسة أيام لم ينتهي جاب الزاوية وحي مركز الله والسوق يبقى صوبة حية كان النساء سيادر تهيد عشر كينان وسوق بقبي سنين تمرين كاس إن شاء الله وكسو شقينينا وسدح لا حبو سدح لا حبو ويسو عيش كودو حلويري مثال مثلث قائم الزاوية مثلث حقال توصن عما حقال سقاشنا له دولو دلع الويتركا لنع ويتركا يا وحو لم يدي خمس سنتيمتر لنع مقابل كان أربع سنتيمتر وطول المجاور محلم دي هاي ثلاثة سنتيمتر أوجي صوصة بالنسبة المثلثية من الزوايا نسبة المثلثية من الزوايا سيدة حدودة قابك لو صار لا أيال لغاربة وحول يبين قيمة الزاوية التي تقع بين المقابل والويتر عدي قيمة الرسمية يعني دبت أنه قلنا تكرا إن حقاشة أود حيسا إن حقاشة أود حيسا مقابل كأيوه ويتر كأود حيسا صوصر بالنسبة سوير كاس بعد استعمال إسرائيل دويرة أضو في رأي مركزي سين قيبت سؤاش السدحات أم سؤاش اللبادبة سيد اللبادة سؤال ورأي سراعيني سؤاش السدحات واحد ويري سم أنواع المثلث الآتية مقاعدة إذنه بل إنا فانتين كلا إسكودي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.